اقول له 5 شهور، 5 شهور انا صابر عليك يا بنت انس، خلاص لهنا وبس. محمد لو سمحت لي لا حول ولا قوة الا والله، حتى اللقمة البناتي مش دارية فين. طب هب لي المفتاح خليني اخرج الثياب. ايش من ثياب معك؟ معك لا اثنين فرشان. ايش معك؟ نسامة انا 5 شهور وانت تلاحق بعدك من اول. ها؟ تلاحق بعدك من اول. يا اختي 5 شهور انا صابر عليها، ما تدفعش الايجار. قدك داري اصلا بحول الرواتب كيف كيف عيشتنا؟ طيب يا اختي انا علي التزامات، الله يرضى عليك ما يقعش هذا الكلام. بعدين اني ضبحانه اني بدالك، يعني فين عاد اروح اسالك بالله؟ وانا ايش مشكلتي انا بدال خبر؟ انا ماليش دخل. طيب اصبر لنهايه الشهر بس حتى. قد لي 5 شهور وانت كل اسبوع تقولوا لي الاسبوع الواقع ان شاء الله بلستك عندك تقرب بك يا شيخ. لا تحسبين يا اختي الله يرضى عليك، انا 5 شهور والله ان انا صابر. قدك داري والله ان انا صابر 5 شهور. يعني ايش بدي اعمل لها؟ انا علي التزامات ثانيه، ما بخليش بيتي انا ايجار سبيل ولا فاتحه للنازحين. ما ليش دخل انا بالخبر؟ مش عارف اصلا فهم ما لقد قلت لو سمعت يا محمد اللي بدالك. طيب انت عارف ظروف البلاد ولا لا؟ طيب على عيني وراسي. ايوه وانا ايش دخلي انا برضو من مواطن من البلاد هذه؟ خمس شهور ساعات معاها عندي اي؟ لنهاية الشهر انا اقول 5 شهور مش مشكلتيش عليها من في الشارع. مش حبيبي لا لنهاية الشهر ما ليش داخل بيتي؟ 5 شهور الله يرضى عليك صابر هني عشان وقفوا انا وبهالي والله. واش ما بيحكي احنا انا وبهالي؟ 5 شهور عندي ضمير، 5 شهور الضمير، الضمير لا بياكلنا ولا بياكل عيالي. طيب انا اروح انا الضمير لا بياكلنا ولا بياكل عيالي 5 شهور وانا صابر. مالي دخل انا بدي الكلام. طيب فين اروح انا يا احمد سالك بالله؟ مالك؟ ايش فيه؟ بهدل بي قفل علي الباب ما خلاني ارجع اتغرق السيف عن حقي. يا اخي ما لقيت لا حق لنا. تقتله زي تركب نفسها مصيبة. خلاص يا أحمد فهمني، هلا تشمتبش بالشارع يا أحمد اللي بدالك. إيه خارقنا اني بدالك تشمت بيش بالشارع يا حمد. مالي دخل في بيك، روح دبر حالك الله معك. طيب انا اروح علي سلك بالله. ماليش دخل، ماليش دخل، مش هذا سبيل انا. اذا انت اهدا مالك دخل، لا تتدخل. انا ما ضربت ايش؟ ما ضربت ايش؟ ما ضربت ايش؟ اتشتي بيتي. قوة علامات مع رجال، مش مع رجالي. قوة علامات مع رجال، قوة علامات مش مع رجالي. خلاص لا تمشي هدا اصابات. مالك دخل بالموضوع، انا ما ضربت ايش؟ ما ضربت ايش؟ ما ضربت ايش؟ انا اهدا انا اقول له اول ما بنستلم قدك شايف كيف انا روادم اللعنة. عادي لا سمعتيها كلمة؟ لا شوفي يا اختي ضروري فهمت الحاجة سمعتي وعادي روحي لما نعمله شو راضي يفتح على السلام؟ لا معك خلاص بدك شاهد قلت له الشاهد لما ربي يسهل ولا تحصل راجل خليه اذا ما رد قطعت انا منه خلي خلاص ياكل خلني قلت له ما لمش راضي قلت له طيب هبل استعمال مش راضي روحي بعده هلا 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 يا خلاص سمحنا رايح هلا 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 سلامك مليح والله قدام الناس ولا الشهود كمان يعني انا قبلك مهلا من هذا الشهر حلو من هذا الشهر قدني اقول له من هناك وانا اقول له لا هذا الشهر ما قابلت بتعهد لي انت بتدفع لي طبينا بتاع طلع على النبي طبينا بتاع لا مش واخد كاميرا خفيه ولا حاجه هذه مشكله هذا المشكله تبعنا كاميرا الكاميرا هي كاميرا حبيبي تعال 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 أصحاب البيوت أصحاب البيوت بترفض بلا رحمة أنا عسكري لي سنتين بلا راتب مؤجر اذا مؤجر انا بيخرجنا انا وبهالي فين نروح اذا ما تراحمش بيننا بين من انت ما تراحم بس اصحاب البيوت تقول لك انا اشتي حقي انا والكل انا هو معه حق بس يعطينا فرصه يعطينا شيء ممكن نتسلف ممكن تجي لي حواله ممكن تجي لي شيء في امور في حلول ممكن اعطي له دبر له نص نص ايجار رساله توجهها للمؤجرين الذي بيذلوا
المستأجرين الذي عندهم، يا تدي فلوسي يخرج هكذا. اتقوا الله بالناس واتقوا الله بنفسهم، اليوم دنيا بكرة آخرة، اليوم دنيا بكرة آخرة، وده هو اليوم هو صاحب إيجار، بكرة ربك بيدور على الزمن بيرجع هو مؤجر، وبيندل نفس الإدلال، لأن الناس هذه شرفاء وضعفاء النفس وعندهم كرامة. لا ده مستغل، استغل المستأجر، وإذا ما فيش معه المستأجر يروح وسام أنا بالشارع ما يستوي. رسالة توجهها لأصحاب البيوت؟ لا، نسأل إنه ينقصوا الأسعار، ينقصوا أسعار الإيجار، الرواتب حق الناس ما هي تعمل من 48 من 50 حرام، نسألهم ونكلمهم ونقول لهم عيب استحوا قليل نقصوا الأسعار. أيش الذي خلاك تتفاعل مع الموقف وأنت صغير؟ يعني الرجال أكبر منك. ولا حرم هذا تفرق عليه صايحة وعاد تقول نازحة ويقول اشتي حق 5 شهور. أنت صغير. ولا حتى لو ما في السوار بنحب نكون رجال ومجمع رجال. ولا حتى لو ما في السوار.